عاد بالضع تقدر تخلص فكاتيرك ومشترياتك وتعدل جميع تحويلاتك المالية من خلال تطبيق بنكيلي، ما احتكيت مع حد. لعاد ما هو عندك بسيط، تقدر تلاشارجيه من خلال جوجل بلاي وأب ستور والتسجيل فيه والتفعيل مجاني. ليس من السهل أن تصل إلى أعلى درجات الاحتراف في أوروبا، ليس من السهل أن تضع في سيرتك الذاتية انطلاقة رسمية في الليغا أمام أتلتيكو مدريد وفي ملعب واندا ميتروبوليتانو. عبد الله محمد محمود من مواليد عام 2000 هو نجم موريتاني آخر جعل من بطولة قطيفة الدولية بوابة للتألق والوصول إلى الدوري الإسباني، ولأن العمل الجاد عادة ما يأتي بثماره ظهر عبد الله أساسيا مع الفريق الأول لأرابيس في 27 من يونيو الماضي. فرحة الانطلاق أمام أتلتيكو كانت واضحة للغاية. أنا سعيد بمشاركة مع الفريق الأول دوري أرابيس ضد أتلتيكو مدريد بطولة من أكبر البطولات في العالم، بطولة الدوري الإسباني، وسعيد بأن يكون ثالث لاعب موريتاني وأول لاعب موريتاني يلعب مباراة 90 دقيقة. أنا سعيد جدا بكون اللاعب عبد الله محمود شارك في مباراة رسمية من الليغا الإسبانية، وسعيد أكثر بكون قادم من البطولات الوطنية في موريتانيا وكذلك من المنتخب الوطني للشباب، وأتمنى له كل الخير. خبر أول ظهور لعبد الله محمود مع الفريق الأول أرابيس برز في العديد من وسائل الإعلام في إسبانيا، كلها تذكرت تزامنا مع هذه المناسبة نجوما موريتانيين آخرين كالحسن العيد وعلي عبيد. راني نبارك لاعب محمد عبد الله المباراة اللي بدأ فيها ضد نادي أتلتيكو مدريد، عند المباراة كبيرة ونتمنى له التوفيق إن شاء الله. اللي كان ضد احد اقوى الانديه الاسبانيه اللي هي اتلتيكو مدريد، اللي هي كانت اول مره ضدها ابدا، ضدها اول مشاركتي في الليغا 2018، وابدا مشاركتي بالنسبه لي كانت هي احسن مشاركتي، من استطاع يكمل المباراه وادى اداء جيد ما شاء الله. مباشرة بعد مباراة أتلتيكو نشر ألافيس في حسابه بإنستغرام استفتاء بين الجماهير لتقييم مستويات عبد الله محمود، أغلب تعليقات جاءت إيجابية ومحفزة للغاية. أشرف بن عياد بي إن سبورتس برشلونة.